وفي مواضيعنا الفنية المحلية نستعرض لكم اليوم مشاهدينا قصة نجاح ثلاث شابات إماراتيات دفعهن حبهن وشغفهن بالفن إلى تنظيم معرض سنوي دولي يستقبل أعمال فنانين من كل أنحاء العالم هنا في دبي. معرض علامات أصيلة يختص باللوحات الفنية المصغرة المنحوتة والمطبوعة يدويا. أنا شخصيا زرت هذا المعرض وكان لي تجربة مميزة فيه من خلال مشاركتي التطبيقية في إحدى ورشات العمل. نتابع. هكذا بدت الأجواء في معرض علامات أصيلة أوثنتيك ماركس الدولي لصناعة المطبوعات اليدوية المصغرة. أجواء ساحرة تحلق بكم إلى بلدان العالم التي قدمت منها هذه الإبداعات الفنية. إبداعات لا تنتمي لفن الريشة والألوان بشكله المعتاد. هي فن فريد يمزج بين الرسم تارة والنحت تارة أخرى. ومن ثم تبدأ الملامح تتشكل مع اختيار الحبر والتلوين. ومن بعدها يولد العمل الفني عند الطباعة بطلته النهائية البهية. هذا ما يسمى بفن صناعة المطبوعات اليدوية المصغرة، والذي لا يكتمل إلا برؤية فنان جلية ولمسات متمرسة ذواقة دقيقة خفيفة معا. استخدم 4 ولا 5 تقنيات مختلفة. نرسم على البلاستيك اللي نسميه دراي بوينت، ننحت المطاط، نستخدم الحديد لنحت اللوحات، نستخدم السلك اللي هو الحرير. هذه لوحة علياء، وهذه لوحات زميلاتها فاطمة المري وأحلام العارف الفنانات الشابات اللواتي شاركنها تنظيم هذا المعرض بأناملهن الإماراتية. هذا المعرض السنوي الذي أقيم في حي دبي للتصميم مركز الثقافة والفن في دبي استقبل في دورته الثالثة هذا العام أكثر من 200 عمل فني ل 125 فنانا من 31 دولة. هذا الشغل اللي شاركت فيه هو شغل دراي بوينت، يعني ان نستخدم الابره على الاكريليك، واختيار الالوان كان بروسس ثاني بعد بروسس طويل، انه كان عندنا انواع الحبر، ف يعني هو تجربين كم من لون لما تحصلين اللون اللي يعجبك اكثر شيء. ف يعني انا وش جربت الاسود، يعني وايد الوان لما حصلت هالميكس، اتس ميكس اوف تو كلرز. فكره الرسمه كانت ان اخترت اشياء صغيره تكون فيها هاي ديتيلز، ان في اشياء صغيره في الحياه نحن ما نركز في الديتيلز، ما نركز في التفاصيل، فان الفكره كانت ان في الاشياء الصغيره تكون في ديتيلز وايد دقيقه، وان هالديتيلز ساعات تكون احلى شيء في الصوره. زيارة واحدة إلى معرض علامات أصيلة تشارك من خلالها بورشات العمل لخوض تجربة صناعة عملك الفني الخاص بك. زيارة واحدة ستكون كفيلة بجعلك متذوقا للفن ومقدرا لجهود صانعيه الذين ينسجون بأناملهم فنا استثنائيا يحمل بصمة لا يشبهها شبيه. لدبي هذا الصباح ساندي مصطفى.